الجوائز تكون كثيرة من نصيب المغاربة إن شاء الله. أولا بالنسبة لتنظيم كأس إفريقيا في المغرب، والله تنظيم راقي، تنظيم في المستوى العالي. أنا كنظن أن المغرب يعني هز لابار بزاف في التنظيم، ما كنظنش أن غير تنظم شي كوب أفريق أحسن من هذا. والوصول المنتخب الوطني المغربي للنصف النهائي هذا كيدل أن هناك عمل، أن هناك اهتمام بكرة القدم النسوية في المغرب. وكنتمنى في الحفل ديال اليوم أنه إن شاء الله تكون جوائز بزاف للمغربيين إن شاء الله. ميرسي، شكرا.